أنا سعيد إن النهاردة في عندنا مركز لإعادة التأهيل متخصص في مستشفى بلطيم، وإن شاء الله تكون في مراكز ثانية، ويكون إحنا لينا الشرف إن يكون شركاء نجاح مع الهيئة العامة للتأمين الصحي ومع اتحاد الخير في إنجاح هذه المنظومة. هاخد كلمة قالها الأستاذ الدكتور أبو بكر إن شاء الله مصر قادمة. إن شاء الله فعلا مصر قادمة، لأن مصر السنة دي تعتبر ثالث دولة على مستوى العالم في عمليات زراعة القطاع. لو بصينا للدول اللي قبل مصر فهي أمريكا والصين، ولو عملنا مقارنة بالقوة الاقتصادية والوضع الاقتصادي لهذه الدول المقارنة مع مصر، فمصر تعتبر عملت إنجاز غير مسبوق في تاريخ زراعة القطاع في خلال 3 سنين. كل الشكر كل الشكر للدكتور حمد المهرة والفريق اللي معاه، دكتور بدر، دكتور احمد الشاعر، لما جينا نجيب تخدير قلنا عايزين اساس عشان دي اطفال ويبقى في ريسك عالي، دكتور احمد الشاعر متبني الموضوع ده، بشكره وبس زعلان منه عشان كده اطفال مصر هيرجع تاني، لان الناس دي احنا ما نقدرش نستغنى عنها وهم حاطين ايديهم في الدايره. الدكتور ابو بكر قال ان احنا نزرع 750 عيان في السنه، احنا نقدر نزرع اكتر من 750 عيان في السنه. وقت على الاقل يا فندم. احنا عندنا كوادر، كوادر مش بس في بلطيم، احنا مرنا كوادر في سوهاج تقدر تقوم بالعمليه ده هنا في مستشفى الهلال في سوهاج. في كوادر كويسه جدا للجراحه والريهاب موجوده في اسكندريه. في مستشفى جديد تبع التأمين الصحي في طنطا. في مستشفى الهلال في شبين الكوب. الخدمة ده هي خدمة أساسية. السمع حالة مهمة جدا في حياة الإنسان. ما ينفعش نسيب هذه العملية، أنا بقولها بصراحة، تحت رحمة المستشفيات الخاصة. ما ينفعش نسيب العملية دي تحت رحمة المستشفيات. الخدمة بتتقدم على أحلى وأقوى مستوى في التأمين الصحي. الإنجاز اللي ربنا ونعمة ربنا اللي أفاض بيها علينا وعلى الطفل ده إن إحنا رجع بقى عضو فاعل في المجتمع، خلانا كلنا انفعاليا ودون أن ندري سقفنا له، سقفنا للجهد اللي ورا هذا العمل العظيم. كل الناس بتشارك وكل الناس تتكاتف علشان مصر تتقدم، ومصر ان شاء الله جايه ومصر تتقدم، والهيئه العامه للتامين الصحي احد قلاع الخدمات الصحيه والتامين الصحي في مصر. هذه الخدمه كانت خدمه زراعه القوقعه عمر بعدها، لان خدمه متكامله كانت الحقيقه فيها لخبطه كتير في الاول وفيها جهد متناثر مش قادرين نبان. حاليا لما الهيئه خدت المنظومه كلها في حضنها، بدأت المنظومة تبقى الجهود متكافة، وبدأت المنظومة يبقى المنتج بتاعها باين وواضح قدام حضراتكم. احنا بندعم زراعة القوقعة كاملا في كل شيء، سواء قوقعة أو ريهاب اللي بقى بعد القوقعة وتحضير المرضى وكل حاجة. الهيئة العامة للتأمين الصحي مع شركاء المجتمع، وحاليا في عندنا تحالف اسمه تحالف الخير مع مصر الخير ومجموعة كتير من الشركاء، هيقدموا جزء برضه بحيث ان المريض ما يلفش ويدور. المريض ياخد مننا القرار، يطلع المستشفى يعمل العملية وياخد اجراءاته كلها بتاع التخاطب والرهاب والحاجات دي كلها. في جانب انساني كبير جدا سواء من الهيئة او من شركة ميدل اللي هي بتورد لنا القوقعة، احنا زي ما بنشتري منها القوقعة، لكن شركة ميدل بتقدم حاجات غير القوقعة اللي هي بيسموها المسؤولية المجتمعية، اللي هي من الشركات اللي ليها مسؤولية مجتمعية بتحاول تفيد بيها المجتمع اللي بتعيش فيه. فهي بتحاول تساعدنا وتدعمنا. احنا دلوقتي هنقدم الخدمة متكاملة، تبرعوا لينا بوحدة الرهاب اللي هي التخاطب والبرمجه والحاجات دي كلها.